بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأطيب التحيات وأتم التسليم على حبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في آخر لحظات من هذا العام يا الله أن تجعله عاما في صحائف الحسنات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فيه ما أسأنا وما نسينا وما أخطأنا وما علمنا وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك يا كريم. اللهم بعزة اسمك العظيم الأعظم اجعل العام القادم خيرا وبركة، نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما يليه، ونعوذ بك من شره ومن شر ما فيه ومن شر ما يليه. اجعله عام قرب ووصال بيننا وبينك وبين قلوبنا وقلب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا فيه ممن يزدادون علما وقربا وطاعة وخشية وتقى. اللهم بعزة اسمك الأعظم اجعله عام شفاء وهناء وسعادة لأمة محمد أجمعين ولكل مسلم في هذا الكون يا كريم، وللخلق جميعا برحمة منك، فأنت الجواد الرحيم الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وذرارينا وإخوتنا وأخواتنا وإخواننا وأحبابنا ومن صحبنا ومن جالسنا. اللهم بعزة اسمك الرحيم الرحمن، يا رحيم يا رحمن، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. بعزة اسمك الجواد، يا جواد يا كريم، جد علينا بفضلك ومنك الذي لا يحصيه حاصل ولا يسعه حدود. اللهم إن كنا أسأنا فإنا تبنا إليك ولذنا ببابك واستعذنا بك من شرور أنفسنا وشياطيننا وأهوائنا وشهواتنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا ولأمة محمد أجمعين، وردنا بلطفك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من أهل حضيرة قدسك يا كريم. واغفر لنا ولأمة محمد أجمعين بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك تبنا إليك وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من كل باء من كل داء وبلاء يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نستعيذ بك بكل شيء استعاذ بك منه عبدك وحبيبك محمد، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك وحبيبك محمد. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اجز عنا حبيبنا المصطفى خير ما جازيت نبيا عن أمته، واغفر لنا ولوالدينا ولأمة محمد أجمعين، واجز عنا مشايخنا وأساتذتنا خير الجزاء، واجمعنا بهم جميعا يا كريم، واجعلنا وإياهم ووالدينا وأهلينا وذرارينا قرة عين لحبيبك محمد في الدنيا والآخرة يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.